ورجعنا لكم من الفاصل، والفقرة اللي انتوا بقى بتحبوها جدا هي فقرة الأكل. والنهارده الفقرة مميزة، عملنا الساندوتشات زي بتاعت بره بالظبط، يعني زي بتاعت كنتاكي، يعني تحفة، نظافة، أحسن كمان من بتاعت بره، توفير، يعني بصوا ملكوش حجة فعلا اللي انتوا تعملوا الوجبة دي لولادكم لما تقول لكم ايه عايزين ناكل بره، وانتوا عارفين بقى تكاليف بره ايه. منوراني يا شيف فاطمة، الله يخليك يا نور. ريحة الفراخ وانا قاعدة بعمل الفقرات شغالة، يعني جعت. ما حضرتك بقى الكاميرا نقلت الصورة، انت تقولي لهم الطعم بإحساسك بقى. لا 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 فظيع، قولي لي بقى ايه عملتي ايه بقى كده. انا الاول تتبيل الفراخ بتتبلها قبلها بليله، اهم حاجة تتبيلتها ايه بقى؟ تتبيلة الفراخ بحط معلقة صغيرة من الحاجات اللي هقولها دلوقتي، توم باودر، جنزبيل، بحط ربع معلقة من الكاري، معلقة كبيرة بصل باودر، رشة خفيفة من الحبهان ورشة خفيفة زعتر، وبحط عليهم كمان شوية صغيرين من السبع بهارات، يعني رشة خفيفة كده. يبقى توم باودر، بصل باودر، جنزبيل، كاري، معلقة صغيرة كركم. كركم يطول كتير شوية بس النتيجة تستاهل يعني. تمام. كركم اه وزعتر ومعلقه صغيره كاري او كاري وسبع بهارات وملح وفلفل طبعا. ملح وفلفل اكيد. تمام ماشي. بعد ما تبلنا قبلها بيوم بنعمل ايه بقى؟ بحطها في الثلاجه التانيه، لو مستعجله ممكن اسيبها ساعتين اقل حاجه عشان تاخد نتيجه كويسه. تمام. بعد كده بجي بقى اعمل اللي هو الكفر اللي هو القشر المقرمشه. أيوة، دي عشان دي بتقع من ناس كتير. هي بتبقى مقرمشه. بنحط كوبايتين دقيق، عليهم كوبايه نشا، وكيس بيكنج باودر، وبحط عليهم بقى ربع معلقه صغيره من الكركم وربع كاري، معلقه كبيره بصل باودر، معلقه صغيره توم باودر، بحط كمان رشه خفيفه جدا من الزعتر. تمام. ورشه خفيفه من الفلفل الاسمر، واللي يحبوا بقى سبايسي حار يحط بقى في التتبيله معلقه شطه. شطه. انا هنا حاطه معلقه بس مش هتاثر، يعني باخد طعم الشطه بس، لكن ايه مش هيبقى فيها اللسعه بتاعت الشطه، ناخد طعمها بس. تمام. وبنضيف برضو على الخلطه اللي هي الخارجيه ممكن نضيف معلقه صغيره شطه برضو اللي يحبوا حرق. تمام. وبعد كده بتقليه في زيت سخن. زيت قوي. سخن غزير. زيت سخن غزير. هو انا شفت وتكون قطعه الفراخ تخين، يعني احنا مش بنقطعه بانيه. لا مش رفيع. لا ما هي هيك زي كده. يعني الصدر بيكون على قطعتين او ثلاث قطع او اربعه بالكثير تخينه. يعني. طب دي تستوي على النار على طول؟ بتستوي على النار. الاول بهدي النار اول كام دقيقه، اول ثلاث دقائق. يعني سخن الزيت قوي. وبعدين احط الفراخ وبعد كده اهدي النار. اهدي النار لحد بس ما احس انها ابتدت تلون. تلون. بعد كده برفع الزيت عشان ما تبقى النار عشان ما تبقاش شاربه زيت. تمام حلو قوي. وبعد كده احنا عملنا كمان عشان ما تشربش مني زيت. ما ينفعش ان انا اغرق الفراخ واركنها على جنب، لا مجرد ما بحطها في الدقيق لازم احطها في الزيت على طول. تمام تمام تمام. طب قولي لي بقى انت عملت الساندوتش ازاي؟ انا الاول بدات هنا حطيت الاول اللي هو الصوص اللي عملته ده. ده عباره عن معلقه كبيره مستردة، معلقه كبيره بابريكا، صوص البابريكو، معلقه صغيره من الثوم البودر، وبحط عليه ثلاث معالق مايونيز ومعلقه كبيره كاتشب، وبقلبهم على بعض. حلو قوي. ده حطيناه وحطينا بصل وطماطم. بدات دهنت الاول بالصوص وبعد كده حطيت الخس وفوقيه البصل وبعد كده الطماطم. وحطيت بقى قطعه الفراخ وشويه من الصوص، وده صوص جبنه. ايوه. بيتعمل ازاي بقى صوص الجبنه ده؟ ده انا بعمله ابداع. هي معلقه صغيره دقيق على النار. بتسخن بس في حته زبده، وبعد كده بضيف عليها نص كوبايه حليب. معلقه دقيق على معلقه زبده. اقل من معلقه يعني. اقل من معلقه زبده. مجرد بس الزبده بتسيح وتسخن مع الدقيق. تمام. وبعد كده بضيف عليهم نص كوبايه من الحليب. نص كوبايه لبن. ماشي. وبعد كده بقى بضيف عليهم بقى كوبايه جبنه موتزاريلا مبشوره. مع شيدر. مع رشه رومي، يعني ممكن معلقه كده رومي على حسب بقى الامكانيات. البيت اللي هي بس بنحط الرومي عشان الجبنه الموتزاريلا هي ملهاش طعم. ايوه ملهاش طعم فعلا، فلازم الرومي بس بتطعمها شويه. وبحط رشه خفيفه من الكركم ورشه خفيفه من البابريكا عشان اطعم بيها الجبنه. تمام. ورشه خفيفه من الملح. تمام. حطيناها وحطينا بعد كده صبيت فيها الصوص، وبعد كده حطيت بقى فيها القطع والبطاطس المحمره. وده بقى انا سيحت قطعه من الجبنه الشيدر اللي مش هيعرف يعمل الصوص. ممكن يسيح قطعة احطها في طاسه على النار لحد ما لونها يبقى ذهبي. تمام. هتبقى جبنه مقرمشه وبتدي طعم حلو مع الساندوتش. لا تحفه تحفه فعلا. بص الساندوتش عامله ازاي مع البطاطس كمان، لا حاجه فعلا وهم. يعني الساندوتش ده اللي عايزه اقول لكم لما نجيبه من بره هيعدي ال 50، يعني هيعدي عن كده كمان يعني. مش عايزه اقول. طب الواحد يجيب بقى وريه لهم
لا انا هاكل بقى براحتي بقى يعني، هخلص هختم بس. وايه شرفتيني جدا، انا اسعد ليكي، وفقره كانت مميزه معانا، وان شاء الله مش طبعا مش اخر فقره معانا، انت قاعده معانا بقى شويه كده ان شاء الله. ربنا يسعدك ان شاء الله. منورتيني جدا، انا الاسعد لحضرتك. ادخلوا على القناه بتاعتك، اسمها ايه؟ سلاح السكر فاطمه مصطفى علي. يلا يا ريت بقى تدخلوا وتشتركوا وتشوفوا الوصفات الجميله دي. بشكركم جدا على حسن المتابعه، واستنونا ان شاء الله في الاسبوع الجاي يوم السبت الساعه 11. شكرا لكم، السلام عليكم. We'll be right back.